دونك هو الاشخاص اللي جابه ماهيش اشخاص يعرفها اكفي باش تنجم تقود دوله ولا تنجم تصلح، خاطر العباد اللي جابه جابه كانت ناس تمشي معاه في مشروع معين اللي يحس اللي الشخص هذاك ما تجيش الغدره منه تو سامبلومون. دونك ماهوش طبيعي ماهوش طبيعي انت اليوم تتحط ناس كيما مثلا ما تراش انه ربما نقص التجربه اول مره استاذ قانون دستوري من استاذ قانون دستوري لقى روحه في قصر قرطاج مش شويه معناتها محليك زهير محليها النقطه اللي انت قلتها ويعطيك الف صح. انت استاذ قانون دستوري انت اول مره تتحط في قصر يدور بيك ناس تفهم، علاه ما تحبش تحط ناس تفهم يا سيدي؟ من حقك وعندك الحق وحتى حد ما يفهم في كل شيء. هذه دوله ما ينجم حتى بشر يجري دوله وحده الا الدكتاتوري، خاطر الدكتاتوري باش يمشيها بمنطق واحد اللي هو منطق الدكتاتوريه ومنطق تكميم الافواه اتسيتيرا، هذا ينجم يجريها وحده. اما الانسان اللي جاي يبني ما ينجمش يبني دوله وحده. عندك الحق انت استاذ قانون دستوري ولا مساعد باش ما نقولوش استاذ، خلينا نسميه اشياء بمسمياتها خاطر ناقصه عندنا في تونس الحاجه هذه. من حقك وحد ما يلوم عليك في الحاجه هذه. اما دور بيك انتخبت الرئيس، كيفاش تقييمكم للوضع اليوم؟ هذا هو وضع البلاد اليوم، كيفاش تراو فيه؟ وضع البلاد هو وضع محزن ومؤسف جدا زهير. على ما ناحيه؟ نعم من اي ناحيه؟ من ناحيه ما قاعد يرسخ فيه رئيس الجمهوريه من رعب وخوف في قلوب التوانسه اليوم. انت جيت هنيتنا قلت لنا كلمه ما قالها حتى رئيس الجمهوريه قبلك، قلت هذايا راهو توظيف ماهوش تكليف، صحيح ولا بجاه ربي يرجع لنا التكليف؟ ما اللي كانوا قبل نحن ننقدوا فيهم وانت بيدك نقطم على اساس تكليف، يا سيدي يرجع لنا التكليف. ارجع لنا ما نحبوكش توظيف، نحن نحبوك سامي اكثر من التوظيف. ارجع لنا تكليف، نحبوك تكليف خاطر سي خاطر خاطر التوانسه ينجموا بوتيتر يتمتعوا باكثر حريه ولا شنو وقت اللي انت تكون مكلف مش انك تكون موظف. انت اليوم كرئيس جمهوريه يا اخي لعل ننقد فيك انا على حياتك الشخصيه، لعل انا نجي نقول انا شبي الرئيس اللون المفضل نتاعو هكا، شبي رئيس قاعد يتصرف مع وسط عائلته الخاصه هكا، شبي رئيس يقول مثلا لولده هكا ولا رئيس يقول لبنته هكا. وقتها ممكن من حقك انك تجي تبعني قضائيا، انا ننقد فيك على حاجات انت داخل لي في خناقشي في حياتي. يا اخي انت رئيس جمهوريه شكون؟ كيما شنو مع الحاجات؟ باش نقول لك يا اخي لعل رئيس جمهوريه نفسك انت. يا اخي لعل انت نحن كي ننتخبك الشعب مشيت من بعد حطوك في جزيره وحدك قاعد تحكم. انت ماكش تحكم، انت قلتها بامك، احنا انا وليت نسمح لنفسي خاطرك انت قلتها لي، انت سمحت لي، انت قلت لي توظيف، ما كنت موظف ولا انت موظف قاعد توظف في نفسك باش تدخل لي في عندك التشريعي والتنفيذي وتعمل المراسيم وانت بغيرت الدستور واي حاجه قاعد نعيش فيها انا اليوم من اللي نقوم للي نرقد انت مسطرها لي. نعيش في مناخ انت عملت له ليمونات، نعيش في مناخ انت عملت له لي كاتر كوا نتاعو. دونك انا اليوم كي ننقدك ننقدك على اساس حاجات تخلي فيهم في حياتي. هاو باهي انت تدخلي في حياتي وانا ما ننقدكش. ايوا هاك حر موجود في برنامج تعبر. لا موجود في برنامج نعبر على خاطرني انا نحس روحي حر ونحب انا عامل لي فور باش نتكلم. ثم عباد ولكن تحس انه فما ضغط على حريتي. ثم ضغط على حريتي انا شخصيا، ولكن حاجز الرعب والخوف هذا لازم يتكسر. وانا وين ما يتزاد منسوب الخوف وين ما باش نقعد اكثر نتكلم ونتكلم ونتكلم. على خاطر حتى بشر ما هو عامل علينا مزيه، لا رئيس جمهوريه ولا رئيس الكره الارضيه. انت يجي يقول لك حريه التعبير مكفوله، اما راهي حريه التفكير نتاعك راهي مسلوبه للمستعمر. هذايا هل هذا معقول؟ هل هذا معقول انك تخلت انت في المداخل نتاع الاشخاص ونتاع الناس وتفرق ما بين حريه التعبير وحريه التفكير؟ اي نبعد معاك اكثر من هكا زهير. يا سيدي انت رئيس جمهوريه جاي اليوم باش تصلح. التوانسه كانوا عايشين فتره حقبه نتاع استعمار، بعد جيت الاستقلال، بعد فتره بورقيبه، بعد فتره بن علي، واللي هو كان فيها طاغي الحكم الفرنسي اللي هو بطريقه غير مباشره ونعرفوه في تونس عنده اللوبيات نتاعو اتسيتيرا. وحتى من بعد الثوره واصل اي انت كانت ثم ناس عايشه تحت الضغط وتحت اللوبيات هذيا وعانات هي بيدها. انت تجي كرئيس جمهوريه في عوض انت تجي اليوم توفر له مناخ باش هو يخرج من تحتك السيطره وكاللوبيات هذيك اليوم ممكن زاد عانيوا منها، تولي تعايروا بها؟ تولي تعايروا بها؟ ما المطالب بها؟ لا سامحني تعايروا بها؟ انت رئيس جمهوريه الشعب الكل تدعي انك جيت اليوم باش تحرر والتحرير الوطني اتسيتيرا. المواطن هذيك علاش تعاير به باللي هو فكره مسلوب؟ ايجا حروا من فكره المسلوب. تعرف شكون يعايروا بفكره المسلوب؟ خوه مواطن عادي كيفه. اما انت رئيس الدوله اللي عندك القوات المسلحه وعندك دواليب الدوله ما نجيش نقولوا فكره مسلوب. انا كان جيت رئيس جمهوريه انا راه خلينا نقول انا نحشم على روحي باش نقول على مواطن من بلادي فكره مسلوب. اذا فكره مسلوب راهو ثم شكون ماهو سلب له، انا نعمل حاجات واليات باش نخليه حتى ولو هو ما يحبش يكون فكره مسلوب باش يكون بالسيف من عليه، على خاطر انا بلادي، على خاطر انا بلادي متحره وقويه وعندها سياده.